القرص بالقرفه والسكر. دايما بنروح الفرن بنجيب القرص دي، بتبقى طعمها حلو بس بنحس ان طعم السمنه اللي مستخدم عامل ريحه كده مش حلوه. هي مقاديرها سهله جدا وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها يعني فزلكه في مكوناتها، هي مكوناتها بسيطه جدا وسهله، ونقدر نطلع منها بالعجوه، ونقدر نحشيها ملبن، نقدر نحشيها مكسرات، انا احشيها سكر وقرفه بما ان انا يعني اكتر نوع قرص بحبه. هتشوفوا الخطوات ان شاء الله تلاقوها سهله جدا عليكم. طيب معايا كيلو من الدقيق، مادة دهنية عندي هنا كتير، فبالتالي ممكن استخدم دقيق اللي هو متعدد الاستخدامات، عايزين نستخدمه دقيق اللي هو الكحك والبسكوت برضو ماشي. نص كيلو من السمنة، وممكن اعمل نص كمية سمنة ونص كمية زيت، يعني ربع كيلو سمنة وربع كيلو زيت، او ممكن اخلي المدار كله زيت او اخليه كله سمنة، او اعمل ميكس بين الزبدة والزيت والعكس صحيح، يعني براحتكم. مادة دهنية مش لازم سمنة. معايا 100 جرام سكر، 10 جرام خميرة، نص معلقة صغيرة من الفانيليا، 350 جرام من المية الدافية. تمام، مقاديرها هي سهلة جدا ما فيهاش حاجة صعبة. الحشوة بتاعتي عبارة عن ايه؟ سكر وقرفة، تقدروا تضيفوا جوز هند، تقدروا تضيفوا فول سوداني محمص ومجروش، تقدروا تضيفوا زبيب بتبقى حلوة جدا، يعني من الآخر أي حاجة بتحبوا طعمها وتقدروا تحشوها. لو انتوا بتحبوا المقادير أو القرص دي بس مالكوش تقول قوي على القرفه، ممكن عادي استغنى عن القرفه واستخدم كاكاو خام او كاكاو بسكر على حسب الطعم اللي انتوا عايزينه. يبقى الحشو عندي نص كوبايه سكر ومعلقتين كبار من القرفه. طيب الوجه او الوش عندي هعمله ازاي؟ عشان هي ما بنشتريها من بره بيبقى الوش كله عليه سمسم وبيبقى مسكر، فهنعمل خلطه كده بسيطه مكونه من ميه وسمسم وسكر عشان ننزل فيها وش القرص. ممكن كمان نستبدل الميه بالحليب، بس يعني الموضوع بيمشي حاله بالميه بتطلع زي الفل. وعندي هنا هعمل ايه؟ بصوا انا هنا حطيت الدقيق، حط السكر وعليه الميه الدافيه مش كميه كلها. طيب عملت انا ايه؟ حطيت الميه الدافيه مع السكر والخميره، قلبتهم كده كويس، والمفروض نسيبهم يخمروا يعني مثلا 10 دقائق ربع ساعه. طبعا الجو دلوقتي برد فالموضوع بيطول شويه، فممكن انتوا تسرعوا الموضوع ان انا احط تحتيها بوله فيها ميه سخنه زي كده مثلا، بس تبقى يعني اصغر اكبر شويه كده مثلا، ميه سخنه بحيث تسرع من مفعول الخميره وتظبط معايا تبقى زي الفل. طب يبقى كده عندي الخطوه ايه؟ الدقيق عندي هديله رشه من الملح، تمام، وهنزل بكميه السمنه. السمنه انا عندي سيحتها دافيه، يعني انا بقدر امسك اهو بايدي مش سخنه، هنزل بيها كده هنا. وهقلب. عايزه اقول لكم بقى القرص دي بتطلع حكايه، هي مش بتطلع طريه زي القطن هشه، لا بتبقى شويه مبغشه من جوه، يعني عارفين ميكس بين القرص وبين الكحك، حاجه كده في النص خطيره، فبتاخدي طعم حلو وبتاخدي ريحه حلوه. ممكن كمان تحطوا سمسم في العجينه لو انتوا حابين، بتبقى برده لطيفه جدا. بالكلام الحلو ده هنا سكر مع الخميره مع الميه، خدوا بالكم ممكن السكر يبقى تحت شويه زي ما انتوا شايفين، فهنزله عادي بالمعلقه. وعندي الحشو، الحشو عندي السكر وعندي القرفه، وممكن كمان نزود شويه فانيليا لو انتوا حابين، لو انتوا بتحبوا طعم الفانيليا مع السكر والقرفه ماشي هتبقى برده حلوه. نقلب كده. بصوا العجينه عامله ازاي، خطيره. هي العجينه مش بتبقى هشه، يعني لما تيجوا انتوا مثلا تخمروها وتفردوها مش هتلاقوها معاكم منفوشه، لا بتبقى شويه تقيله لان فيها كميه ماده دهنيه كتير. بعمل انا ايه بقى؟ ولا محتاجه عجان ولا محتاجه اي حاجه، بفردها كده بين ايدي، مش محتاجه نشابه، مش عجان، مش محتاجه نشابه، ارقق كده من الحروف. تعالوا حتى نعملها على الكاونتر عشان تبقى واضحه ليكم اكتر. برقق كده من الحروف واسيب النص عالي شويه، ليه؟ لان هحط الحشو وهبتدي المه، فما اجيش انا رقق النص، فما تيجي تخمر قبل التسويه تلاقوها ان هي قطعت او تلاقوها ان هي شرخت كده من الوش، فمش عايزين ده. وبناخد كده شويه من الحشوه دي اهي، تمام. طبعا ماشي. العجينه لما باجي افردها بفردها كده برقق الحروف، والمنتصف بخليه شويه سميكه عشان لما اجي اقفلها وبططها ما الاقيش ان هي شرخت من الناحيه الثانيه، وما الاقيش ان هي لما خمرت ابتدت تقطع. ليه؟ لان المنتصف عندي فيه حشوه، فلو انا رققت القطعه كلها هتلاقي بعد كده ان هي لما تخمر قطعت معاكي ما بقتش مظبوطه، فلازم ان انا برقق بس الحروف واسيب اللي جوه سميك شويه زي ما انا عملت كده. يعني شايفين انا بضغط على الحروف لكن سايبه النص زي ما هو،
وابتدي بعد كده ان انا المها كده. وخدوا بالكم بس عشان السكر بيجري بره، نلم كده واحده واحده اهو، وبقفل كده. ولازم هنا نقفل كويس جدا، ليه؟ عندي سكر، السكر ده لما تبتدي تدخل الفرن هتلاقوه بيغلي، فممكن ده تقطع منكم او تتفتح. واروح حطها كده واضغط عليها كويس جدا. طبعا الريحه بقى خطيره، يعني ريحتها حلوه حلاوه مش طبيعيه. لازم ارققها كويس عشان لسه هتخمر قبل التسويه، ولسه هتخمر في الفرن. وحتى لو جه شويه قرفه هنا عادي، كده كده ده عندي كله هيتغطى، فما تقلقوش من دي. نضغط كده كويس عشان الحشوه عندي تفرق جوه اهو. شايفين شكلها؟ نجيب بقى صاج كده خبز، مش لازم ادهنه على فكره، ليه؟ عندي كميه ماده دهنيه كتير. واروح عامله كده، بصوا هنا قافله ازاي، ليه؟ انا قفلتها كويس، فلما اضغط عليها كل ده عندي ما بقاش موجود، والوش بتاعها ناعم جدا، والسمك ده مثالي، مش عايزه تبقى اتخن من كده عشان ما ترفعش معاكي تبقى شبه الكايزر. نضغط كويس جدا، فرشه فيها ميه او حليب على فكره، زي ما قلت لكم دي او دي تمام. واخد السكر مع السمسم، اقلبهم كويس كده مع بعض، واعمل كده واضغط عليه. فالميه هتخلي القرص عندي ماسك عليها الكلام ده، لو انا ما حطيتش ميه مش هتمسك عليها، مجرد ما تستوي هتلاقيها نطرت السمسم والسكر. شايفين احلى قرص طريه او قرص بالقرفه والسكر، طعمها حكايه، لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها ان شاء الله. بشوكه ببتدي اعمل كده، thank you.